عسلامة عسلامة، شن احوالكم؟ شا تكونوا الناس الكل بخير ونعمة وصحة جيدة يا ربي، ورمضانكم مبارك وينعاد عليكم بالصحة والعافية، وكل عام انتم حيين بخير. سامحوني عملت روتار في تهبيط الفيديوهات، ظروف الله غالب. واليوم جبت لكم غوسات نودكم بها من قلب للقلب، روسات احترافية بالحق، جربوها وما تندموش، نأكد لكم جربوها وما تندموش. قد ما عطيت الغوسات هذه بعد يرجعوا يرحموا لي على والدي ويقولوا لي يعطيك الصحة على الغوسات اللي عطيتها لنا. دونك هذه تنجموا تستعملوها سواء كان في المناسبات متاعكم وإلا في الشهر الفضيل هذايا. دونك عادنا ارطل سميد عليه شطر فرينة، يعني 500 غرام سميد عليه 250 غرام فرينة عليه 180 غرام زبدة ماتير غراس. تنجموا تستعملوا المارغرين إذا كان الزبدة اتقلقكم وإلا متحبوش الجو القوي، تحبوها خفيفة تنجموا تستعملوا المارغرين. وعليها رشة الملح متاعنا وكعبتين العظم، وما ننساوش الماء اللي مش نلمو بيه البات. دونك أول مرحلة لينا هي ندخلوا الزبدة وسط الفرينة والسميد، ندخلوها مليح مليح لين نتحصلوا على تكستور متقوش عليه رمل مبلول. دونك واذا كان مش تستعملوا كيفي انا الباتر، تعملوا ديما هبطوا الحروف متاعكم باش ما تقعدش شايحة. وهنا انا عندي ملح احرج، استعملت ملح احرج، دونك خلطته مع ماء كونتيتي صغيرة من الماء باش نذوب باش ما يقعدليش محبب في وسط البات. دونك واذا كان مش تستعملوا يديكم، دونك يا اما تخدموا بالكف والا تخدموا بتراتش صوابعكم، تدخلوا مليح مليح الزبدة في وسط الفرينة والسميد. ولهنا بعد ما دخلتها مليح مش زدت كعبتين العظام متاعي، وكل مرة مش نبدأ نزيد بشوية بشوية الماء، نتبعها لين تحصل على فات متجانسة متكاملة وتكون طرية ما هيش شايحة ويابسة. كي تمسها بصوابع يدك ما تحسهاش يابسة. وحاجة ثانية مهمة، انه كي يبدأ عندك سميد لازمك تعجنه مليح مليح باش تجيك رطبة ما تجيكش البات محببة. دونك هنا حضرت زوز حشوات، عملت الحشوة الاولى بالزر متاع الدجاج وبصل ومعاه بطاطا مش تيوب تقوش عليه مصلي، والحشوة الثانية اللي هي بصل مش نقلي في شوية زيت، نذبله في شوية زيت ومش نصمت البطاطا ونزيد عليها بعد الطن وجبن. دونك هنا مش نفوح البطاطا متاعي والحشوة الاولى، نفوحهم بالرند ومش نزيد عليهم الكركم. لهنا حاجة مهمة، الكركم والفلفل الأكحل ديما حطوهم مع بعضهم على خاطر ما يتسيب المنافع متاعهم كان كيبداو زوز مع بعضهم، كل واحد وحده راهو ما يسيبش منفعته. وانا هنا الحاجة الامبورتون عملت لهنا ديما نزيد اليانسون النجمي وعليهم البيل والزعتر والفلفل الأكحل والكونتيتي متاع الملح متاعي، كل واحد حسب الذوق متاعه في الملح. وزدت عليهم الزيت زيتونة وخليتهم يتقليو، تقوش عليك مش تطيب سكالوب في شوية زيت، تخليهم يتقليو ويتذبل بالكدا شوية البصل ولفاح يفوح مليح الزيت متاعنا، ومن بعد نمرقلهم. دونك كيما تراو لهنا تحصلت على بات متجانسة وتكون طرية كي تمصاها ما تحسوهاش يابسة وشايحة. حطيتها في وسط ساشي اليمونتيغ وخليتها ترتاح في وسط الفريجو، وقبل ما تستعملها من للحلين قبل ما تستعملها خرجها بنصف ساعة باش ما تبداش يابسة. دونك انا خبيتها حتى لين طيبت الحشو متاعي. لهنا الحشو الاول لازم يكون يقف على الزيت متاعو بليس كي تنحى الكونتيتي متاع الماء، تقعد حاجة بسيطة باش اذا كان ما تحبش الحشو متاعك يجي يبس كيفي انا. دونك خليت كونتيتي بسيطة من الماء وحطيت في وسطو المعدنوس، راني المعدنوس لهنا انكنجلو وبالعكس راهي الكونجيلاسيون راهي فيها فايدة كبيرة، تستحفظ لك على الفوائد والمنافع الكاملة متاع الخضرة متاعك. دونك يكذب عليك اللي يقول لك راهو مش باهي تكنجيل المعدنوس والسبناخ والحديدهم كل اللي كان عملهم انا في سير الايام ابار رمضان. دونك بعد غفصت الحشوات متاعي الاثنين مليح مليح وزدت لهنا الطن، راني ما الطن ما استقطرتوش من الزيت متاعو على خاطر اخترت الكعبات الكبار يكون هزين اقل زيت، وميم طون
يعني الكعبات الكبار ما يهزوش الزيت. وهنا زدت عليهم جبن موزاريلا، دونك الحشوه نتاع التون حطيت لها جبن موزاريلا، والحشوه الاولى نتاع الدجاج دونك خليتها لين تبرد باش الموزاريلا ما تذوبش. لهنا البات نتاعنا مش نحلوها بالفرينه، ما تحطوش كونتيتي كبيره من الفرينه، ما يلزمش البات نتاعنا، هي حاجه مهمه، ما يلزمش البات نتاعنا تلصق في البلان دو ترافاي، على خاطر اذا كان مش تلصق لك في البلان نتاع الترافاي نتاعك، كي تجي تقص السيركل نتاعك والا الكارو نتاعك راهم بعد ما تقصه يعمل هكا يتلم، هذاك على خاطر يعني تصغر الدوره نتاعك تولي تصغر، هذاك على خاطر البات نتاعك لاصقه في وسط الطاوله والا على الخامه لاصقه فيها. دونك ديما حطوا الفرينه باش ما تلصقش البات نتاعكم، وقبل ما تقصوها هاويوها، يعني هزوها من فوق البلان ومن بعد رجعوها، ومن بعد قصوا على رواحكم وحطوا الحشوه نتاعكم. وهنا اذا كان شاحت استعملوا كانسو والا تاتش صباعكم بلوه بالماء وحطوا على شطر الدوره نتاعك وانزل مليح بصوابعك. واذا كنت تحب تسمحها وتزينها هاي فكره بالامبورت بيس، تاخو امبورت بيس ما اصغر من السيركل اللي انت قصصها دونك وتزين بها. انا عملت نص دائره للحشوه نتاع الطن والمثلث لحشوه الدجاج، دونك بالحق جاوا بنين على الاخر، جربوها وما تندموش. وتنجموا تبدلوا الدجاج بال بالحمل المفروم. وبعد حطيتهم على بلاتو، البلاتو حطيت فوقه بابي كويسون. الحاجه مهمه ما تحطوش العجينه ديريكت على البلاتو باش ما تلصقش في البلاتو، ولا تنجم تحط ساشي في بقعة البابي كويسون، المهم ما تخليهاش منها الطبق ديريكت باش ما تلصقش في الطبق نتاعك وتراسيلك. بعد كي مش تنحاها تنجم تخسرها، راهو كعبة البنادش تتكسر لك خاطرها مش تكون يابسة ولصقت في الطبق. دونك شنو حاجة أخرى اللي هنا لازم تكون كل كعبة وحدها، ما تحطوهمش فوق بعضهم باش ما يلصقوش الكعبات فوق بعضهم. شنو الحاجة الأخرى لازمني نقولها لكم؟ كي تجيو مش تخبيوها بعد ما تستيوها انها يبست، يعني كي تنزلوا على كعبة البنادش تلقاوها يبسة حجر ماهيش طرية، وقتها تنجمو تحطوها في الصنادق نتاعكم وترجعوها للكونجيلاتور. ما بين طبقة البنادج والطبقة تحطوا ما بيناتهم ساشيات، يعني تحط ساشي متاع اليمونتيغ، تحط طبقة البنادج وسط الصندوق وبعد ساشي اليمونتيغ وبعد فوقها طبقة أخرى بنادج. دونك لهنا البات نتاعنا طيحت ما شاء الله. هنا عملت 42 كعبة نتاع حشو دجاج و 48 كعبة بالطن. شنو اخر نحب نقوله لكم؟ هنا قبل ما تخرجوهم، قبل ما تطيبوهم تخرجوهم بحكاية نصيف ساعة سواعة من زمان، تخرجوهم وتخليهم يعملوا ديكونجيلاسيون نتاعهم في راحتهم، ومن بعد طيبوهم على 180 درجة لمدة 15 دقيقة، ما يشدوش برشا. واللي يحب عاتي هكا كولور دوري ويحط فوقها شوية سينوج وإلا بسباس، يدهنها بشوية أصفر متاع عظم من فوق ومعها أو ترش فوقها السينوج والبسباس. دونك إن شاء الله هنطلع ما نسيت حتى شيء، ونختم الفيديو متاعنا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإن شاء الله رمضانكم مبروك مرة أخرى.